اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ولكن خلينا نطمن على استعدادات المنتخب من الكابتن ايمن صلاح المشرف العام على المنتخب الوطني. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. بخير يا استاذ اميره، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام، كله تمام. طمنا، يعني هل في تغيير الاول في المواعيد الو، يا كابتن ايمن؟ ايوه يا فندم. هل في تغيير في مواعيد المباريات بكره؟ احنا جالنا تغيير من ساعة بالظبط تقريبا، المباراة بكرة بقت الساعة 12 ظهرا بتوقيت الجزائر، يعني واحدة بتوقيت القاهرة إن شاء الله. ان شاء الله مباراة بكرة اللي هي مباراة تونس، والمباراة الثانية اللي هي الأخيرة في المجموعات لوبينيا بقت بدل 12 بقت 2 وربع. اللي هي يوم الجمعة. إن شاء الله. كل التوفيق بإذن الله. طيب عايزين نطمن من حضرتك عن استعدادات المنتخب، معنويات لاعبينا قبل مواجهة تونس. أكيد مباراة هتكون قوية، ولكن كلنا عندنا ثقة إن شاء الله في منتخبنا بكرة إن هو قادر يتخطى تونس. وزي ما احنا اتكلمنا وقلنا قبل كده ان البطوله استعداد قوي وجاهز لبطوله الداخل اللي هتقام على ارض مصر من 11 ل 18 طبعا ان شاء الله. واخدين مباريات ستيب باي ستيب كده، خدت فتره للاعداد. اول مباراه كانت في ايطاليا، وثاني مباراه كانت في صربيا، وفوز المنتخب. ابتدينا نخش في المود بتاع البطوله بتاع مباراه بكره تونس. تونس مستركب الفريق الاول بتاعها اللي هيشارك في بطوله افريقيا ان شاء الله، فرقتين مشاركين بالفريق الاول تونس والجزائر مع بالاضافه لمصر طبعا. تكملنا صفوفنا في المنتخب، وانضم امبارح علي زين وشارك في المران النهارده. ان شاء الله كله هيلعب الكره بكره ان شاء الله. ان شاء الله خير. ان شاء الله. في راي حضرتك مين هو المنافس الابرز لمنتخب مصر في او على حصد ذهبيه الدوره باذن الله؟ معانا في المجموعه تونس طبعا، المنافس الاول لينا في المجموعه هنا وفي البطوله هنا مع منتخب اسبانيا. بقيه المنتخب يعني منتخب اسبانيا جاي منتخب سكند برضه، يعني كل المنتخبات الاوروبيه جايه منتخب ثاني مع بعض العناصر زي المنتخب الاول ده المنتخبات الاوروبيه، ما عدا تونس والجزائر ومصر جايين منتخبات اولى، لان هي واخده البطوله كخطوه استعداد لبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. هل غياب يحيى خالد وعلي زين عن المباريات السابقه للمنتخب كان ليه تاثير على اداء المنتخب؟ والله هو اكيد اي عنصر اساسي بيغيب عند المنتخب بيأثر عليه، لكن احنا اللعيبه عندنا كلهم تقريبا مستواهم متقارب، يحيى وعلي من الفريق، بالاضافه لمحمد منصور هيثم برضه غايب عن الفريق، لكن احنا معانا اثنين لاعبين من لاعبين الشباب فريق 2002 معاد محمد طارق منتخب مصر 2002 وبيلعبوا اداء قصير جدا، واكتشاف البطوله دي ان شاء الله يثبتوا احسن من فيما بعد ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق كابتن ايمن صلاح المشرف العام على منتخب كره اليد. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله بكره نعمل مكالمه مع حضرتك ونبارك لكم ان شاء الله في مباراه الغد والفوز. اكيد مباراه هتكون قويه امام منتخب تونس، ولكن منتخبنا كله رجاله قادرين ان شاء الله ان هم يحققوا الفوز في مباراه الغد.